بكم انا في حلويات المرجان. جبت لكم اليوم ميني كيك وشوكولا. يلا نروحوا نشوفوا المقادير مع بعض. هنايا عندنا نبداو في الوصفه تاع ميني كيك. راح نبداو هنايا راح نوجدوا الكيك تاعنا. هنا عندنا 5 حبات بيض، يعني تكون حبه متوسطه. عندنا معها 100 غرام تاع السكر، عندنا معها ثاني 3 مغارف تاع الكاكاو، 3 مغارف تاع مايزينا، وعندنا تقريبا نص كاس تاع زيت، يعني حوالي 70 غرام تاع زيت، وفانيليا والفارينة. هنا راح نبداو. اول حاجه اللي نديروها هي راح نجيبو هنايا البيض، راح نكسروهم بالحبه، وهنايا عندنا 100 غرام تاع سكر هكذا. راح نحط هذوما هنا قدامي. هنا بالنسبه للسكر، يعني كاين اللي يقدروا يديروا حتى 200 غرام تاع سكر، خطاش فيه كاكاو، ونعرفوا بلي الكاكاو يمد لنا شويه المروره. انا هنا نقصت لخطاش فيها الشوكولا، فيها شحال من حاجه، واللي يحب يزيد لها يضيف لها السكر يقدر يضيف لها السكر. هنايا يقدر يلحق حتى 200 غرام تاع السكر. هنايا عندنا 100 غرام تاع السكر، عندنا هنا البيض، قلنا 5 حبات تاع بيضه. الا شفتوا حبه صغيره، يعني نقول حبه صغيره، الا كانت حبه صغيره على هذا تقدروا ديروا حتى 6 حبات. وفي الحجم تاع هاد البيضه، يعني حبه بيض تكون متوسطه، راح نلحقوا في الفارينه حتى 180 غرام تاع فارينه هكذا. راح نديرهم هنايا في الخلاط، وراح نضيف لهم فانيليا هكذا. كيما الفانيليا نحب ندير كميه تكون هكذا، نقدر نقولوا مغرفه صغيره معمره تاع فانيليا هكذا. هنا في ريسيبيون لو طون اللي البيض راه يتخلط مليح، راح نوجد هنا الكاكاو مع المايزينا، وال يعني نسيرهم مليح، وراح ندخلهم في هذه، نفوت في الكاكاو والمايزينا، ومن بعدك باش نزيد ندير العسل. وقبل ما ندير الكاكاو، عفوا قبل ما ندير الكاكاو والمايزينا، راح ندير نصف كاس تاع الزيت، بصح نخلي حتى يزيد يطلع مليح، يعني يضاعف الحجم تاعو. نزيد شويه في الفيتاس هنا. هنا راح نضيف الزيت بالعقل هكذا. يعني راني نقول نص كاس، يعني تقريبا 70 غرام. الا كثرتوا لها الزيت بزاف راح يولي الكيك تاعكم راح يجي مفتت بزاف، باسكو فيه ليدام زياده. صافيك لازم يكون نص كاس تقريبا 70 غرام. هنا راح نستعمل الكاكاو.
الكاكاو قلنا 3 مغارف كبار. راح نشوفوا الكاكاو متوسط. الا درتوا الكاكاو اللي يكون اللون تاعو غامق حاولوا ديروا مغرف وحده برك. هنا وحده، زوج، ثلاثه. راح نزيد هنايا 3 مغارف تاع مايزينا. هكذا لازم نسيروهم مليح، باش مرات نلقاو الكاكاو نلقاوه مكركب شويه. هكذا هنا راح نزيد 3 مغارف تاع العسل، نقص شويه الفيتاس. هكذا راح نزيد 3 مغارف تاع عسل. فهمتوا علاش قلت لكم نقصوا الحلاوه؟ على خاطرش فيها العسل، واللي ما يحبش يعني عنده حساسيه من العسل ولا يقدر يستغنى عنه، ماشي مشكل يعني في لا ما قدر ما داش العسل ماهوش مشكل. ولا في الدار حبيت دير توس يعني كيما نقولوا البنات حبوا يجربوا هذه الوصفه وما عندهمش عسل في الدار، يقدروا ما كاش مشكل يقدروا ينحوا العسل. هكذا اذا بصح لا نحيتوا العسل راح تزيدوا السكر، راه لحقوها حتى ل 200 غرام ولا 150 غرام. هكذا يا هنا راح نزيد معها تن لا عفوا هذه ما راح نحطهم مع بعض، ومن بعد باش نزيد الخميره مع الفارينه. هذو راح نخلطهم كامل. هنا راح نحطهم كامل على خطره، يعني ما نخافوش باسكو الخلاط راه كيما نقولوا سختو كي ديروا لافي، ما تخافوش في المواد الجافه هذو اللي تحطوهم. يعني نقص في الفيتاس باش ما طيلش الخليط هذا، خليه شي حتى يتخلط مليح باش نزيدوه. هايدا هنا راح نحتاجو 180 غرام تاع فارينة. هكذا وراح نزيدو معاها الخميره. الخميره هاي الخميره راح نديرو مغرفه صغيره حوالي يعني تقريبا كيس، نديرو تقريبا هي في الوصفه فيها كيس تاع خميره. انا هنايا راح ندير زوج مغارف هكذا باش ندير 10 غرامات. راح نخلطهم كامل مع بعض هكذا، وراح نفرغهم كيما فرغت الكاكاو مع الفارينة، كيما درت الكاكاو مع المايزينا. راح نزيد هذا تاني هكذا، نحط بشويه هكذا
هاك شوفوا الفرينه هنا ما لازمش كيما نقولوا في 180 غرام تاع فرينه. الا كانت حبه كبيره، الا كانت حبه متوسطه راح يلحق حتى 170 غرام ولا 160 غرام. لازم تكونوا تعرفوا كيفاش ديروا الكيك تاعكم. هنا راح نزيد ندير بشويه هكذا. هنا دوك الخليط هذا خلاص، راح نجيب نوجد سنيوه هكذا. راح السنيوه لازم تكون هكذا ماشي عاليه بزاف، يعني البسكوي هذا ماشي راح يجيكم عالي. عندي هنايا ندير لها البابي كويسون ندير لها شويه تاع باب، ندير لها بابي كويسون يعني باش ما تلصقناش. شوفوا كاين بزاف اللي يطيبوا على البابي كويسون ويقول لك انا درت بابي كويسون وعلاش البسكوي لصق لي، باسكو لازم دائما السنيوه ندهنوها بشويه تاع زيت هكذا. هو اللي ما يلصقش البابي سوفيليزي ماشي البابي كويسون، باسكو البابي كويسون يلصق هكذا. ندير لهنا شويه راح نحطو البابي هكذا. هاك تشوفوا الخليط يجي تشوفوا يبان لكم خفيف، بصح ما تخافوش خاطرش فيه الكاكاو وفيه المايزينا. شوفوا كيفاش يجي هذاك الكاكاو والمايزينا، هما راح يخلوه ينشف. ها شوف يعني تكونوا وجدتوا الكوشه مقبل، لازم تكون وجدتوها واحد يعني كي تبداو ديروا الفرينه شعلوا الكوشه على 160 درجه هكذا. هذا البسكويت ما لازمش تكون النار تاعو قويه هكذا. هكذا نسيو نمشوه كامل باش يكون عندنا طبقه متساويه. شوفوا هذه الوصفه هذه تقدروا ديروها يعني راح تقدروا تخدموا بهذا البسكوي شحال من غوسه، تقدروا ديروه رولي، تقدروا ديروه دي كيك نورمال، تقدروا ديروه دي ميني كيك كيما اللي درتو انايا اليوم هكذا هك. هنا راح نخبطها برك شويه هكذا. دوكا هكذا راح نديرها طيب لمده نقدر نديروها حتى سورتو كي يكون الكيك ماشي عالي بزاف، يعني من 15 دقيقه تبداو تعسوا الكيك تاعكم. ومن الاحسن من الاحسن الا كانت عندكم كوشه تكون صغيره شويه راح ديروها طيب لمده يعني مده 15 دقيقه، بصح تكون النار قليله يعني ديروها 140 ولا 150، ولازم تكون السنيوه عاليه على النار باش خلوها تنشف ومام طون ديغاجي باسكو فيها الخميره. ومن بعد من تميتك تعسوا الكيك تاعكم تدخلوا الموس هكا وكي تشوفوها نشفت نحوها. هنا نديرها دوكا في الكوشه هنايا. واش راح نديروا بيد ما البسكوي راح يطيب، انا عندي راه الواجد باسكو لازم يكون بارد، راح نوجدوا قبل الكاناش. هذا الكاناش اسهل كاناش
يعني طريقه هذه اللي راني نديرها انا، راني ما نديرش بلا كريم فخاش، نديروها بالحليب. عندنا 100 غرام تاع حليب مع 200 غرام تاع شوكولا نوا ولا اولي ولا شوكولا بلون كيما تحبوا نتوما. هنا راح ندير الحليب يسخن. هنا راني عندي 100 غرام تاع الحليب، هكذا راح نخلي الحليب يسخن مليح. راح ندير شوكولا هنايا، الشوكولا هذه اللي راني نديرها انا راني نستعملها بزاف، يعني نستعملها في الدار كيما شوكولا تختيني ولا بلي كريب ولا سهله بزاف هذه الوصفه. كيما راكم تشوفوا انا راها عندي اللي راهي واجده، شوفوا كيفاش راهي، ما ديروها لا في الفريجيدير والو، ديروها خلطوها وغطوها وخلوها حتى تبرد. كي تبرد راح تولي لكم شوكولا هايله، راح نديروها حتى في لي كريب. دوك هكذا دوك يسخن الحليب مليح، لازم نخلوه يغلي مليحه، وراح نديروه على شوكولا، خلوه دقيقه ولا دقيقتين حتى الشوكولا هذيك راح تذوب. ومادا يعني نستعملوا البغا هذايا نخلطوه مليح ونغطيه ونخليه، ما نديروش في الفريجيدار وحده يعاود يجمد وتجي الشوكولا ما شاء الله. هكذا الحليب ها هو غلى، راح نخليه هنايا شويه، نحي هادو منا. نخلي لو طون لي الشوكولا راهي تذوب. هنا القناش هذا راهو واجد. هنا عندنا لي شوت تاع تاع الكاطو اللي كنت قطعته، استنى تشوف نوري لكم هنا كيفاش قطعته، نوري لكم المول اللي قطعت به. المول كيما تحبوا نتوما، تحبوا على شكل اوفال، تحبوا شكل قلب، تحبوا كيما انا درتهم شكل دائري هكذا صغار. هاوليك شوفوا المول اللي قطعت به، ها ماشي، ما لازمش يكون مسنن، يكون سامبل. ديروه اوفال، ديروه على شكل قلب، ديروه كيما تحبوا نتوما. هنا نشوفوا هنايا نديرها هكذا. هنا راح نقعد نخلط، يعني ماشي غير تفوت الميكسي الشوكولا سي بون، راح نقعد نخلط حتى نحس الحليب بدا يبرد هكذا، يعني نحسوا الخليط برد شويه. هنا راح نخلي هذا القناش هذا، راح نخلي القناش هكذا يرتاح حتى وين يبرد، وراح نتحصلوا على قناش هكذا. شوفوا هنا واش راح نسحق، راح نسحق هادو الكاطو هادو ما هنايا. عندنا للتزيين التزيين نديرو كيما تحبوا نتوما، تحبوا انا درت هنايا كاوكاو ايفيلي كنت حمصته مليح. عندنا شويه تاع الفستق ولا نتوما واش راكم حابين ديروا الديكور يولي ليكم نتوما. هنا واش نسحق، نسحق لادوي يكون السنينات تاعها على الشكل هكا، يكونوا شكل دائري، شوفوا يكون الشكل دائري، وراح يكونوا تانيك كبار باش تخرج لنا هذيك لا غوزاس كي نديروها تخرج لنا شابه فوق فوق الكيك. هنا راح نوجد القماش هكذا نديرو في لابوش،
شوف كيفاش راهي القماش يعني طريه. هنا راح ندير هنا راح نسحقو تاني. عندنا نسحقو طبسي باش نحطو فيه هادوك لي شويت. قلتلكم البسكوي كيطيب راح نقطعوهم دوائر، وهادوك لي شويت نخلوه ينشف شويه في الهواء، ومن بعد نجوزوه في الروبو نرحوه كامل، ومن بعد نعاودو نجوزوه في السيار. شوف باش يعني نتحصلوا على هكذا، استعمل غير شويه برك. وانا كي رحيتو في الروبو زدت له مغرف تاع كاكاو باش يزيد يقصح لي مليح، ومام هذاك الكاكاو يخليه ناشف ما يخليهش مندي هكذايا. هنا راح نحتاج تاني كريمه البندق هكذا، راح نحط هنايا هادو مخليهم الاخرين للتزيين. عندنا صحن اخر هكذا. هنا راح يعني راح نركب الميني طاخت هادو، منين الميني كيك راح نستعمل هكذا. وكما نقولوا حنا العلو ديروا كيما تحبوا نتوما هكذا. عندنا في كل حبه عندنا 6 نحط هنا. واش راح ندير؟ راح نستعمل هاد لاسباتول هكذا، ندير هنا ندير شوكولا وراح نلصق وحده حتى نطلع الكيك ديميني كيك هذوما هكذا. نزيد نكمل وحده، يعني الا شتوهم يزغدو بزاف لازم ديرهم فريجيدار باش يشدو شويه هكذا. هاك راح نضغطو مام يعني نضغطو عليهم راح يخرج لنا شويه هذاك، معليش باسكو راح نغلفوهم كاع. ومن بعد بالشوكولا نزيدو وحده هكذا، راح نزيد هذه ثاني كاين. الا كان درتوهم في سنيوه صغيره، يعني هنا نعطيكم ملاحظه، الا درتوهم في سنيوه صغيره، انا درتهم في سنيوه كبيره باش جاوني يعني جاوني رقاق. الا جاوكم خشان تقدروا ديروا غير زوج برك ولا ثلاثه، المهم ديروا الحجم اللي راكم حابينه نتوما هكذا. راح نزيد ندير شويه تاع كريمه ونلصقهم هنا مع بعض. هكذا وراح نزيد ندير طبقه هكذا، يعني نقدروا نديروا طبقه اكثر من هذه. نزيدو نكملوا هنا نديروا وحده هنا ونديروا نزيدوا وحده هنايا هكذا هكذا. دوك هنا واش راح ندير؟ راح نحكمها كامل كيما راهي هكذاك. هنا تشوفوا راهم يبوجوا شويه باسكو هذا وين درتهم درتها الكريمه. هنا راح نحكم هكذا وراح نطلي هذيك الكريمه هنا كامل. هنا راهي تزلق لي شويه لازم نحطها في الفريجيدير بصح معليش انا نوريكم دركا وحده. ومن بعد نتوما كي تكونوا تخدموا فيهم حطوهم شويه في الفريجيدير باش تجمد هذيك الكريمه هكذا. راح نسقمهم هنا مليح هكذا. هنا واش راح ندير؟ راح ندورهم في هذاك البسكوي اللي كنت وجدته مقبل هكذا هاك، وراح نحطهم هنا. شوفوا كيفاش تجي
راح نزيد نوريكم الثانيه هكذا مليح. هذه عمرتها بزاف الاولانيه بكرشي كبيره شويه، نحب شوكولا هكذا. هي قد ما تكون معمره تكون خير باش البسكوي ما ينشفهاش لداخل، وراح تقعد تقعد طريه لداخل هكذا. دوك انا كي ندورها هنايا راح تسقم عليه هكذا. هنا راح نسقمها هكذا شويه وراح ندورها ها فوالا. هناك تشوفوا مام كانت تزلق يعني قدرت نتحكم فيها. نمسح يدي هنايا. دي ميني كيك هادو ما بقى لي غير نكمل لهم التزيين تاعهم. هنا نغلق على الكريمه هادي هكذا. هنا بقى لي التزيين تاعهم هكذا. شوفوا هنا راح ندير دي غوزاز هكذا. راح نكم هنايا هكذا يعني روحوا لها غير بالعقل باش تجي هذيك لا غوز تاعها من فوق تجي شابه وتجي سوا سوا مع الكاطو هاك. هنا راح ندير هنايا كاوكاو إيفيلي هكذا. نمسح يدي نغسلها. كيما قلت لكم هنا راح ندير التزيين تاع كاوكاو إيفيلي. راكم تشوفوا حمصته مليح يعني يعطوا له اللون تاعو يكون فايت شويه تحميره باش يبان هكذا. وعندنا هنا شويه تاع فستق باش نعطي لها اللون هذاك الاخضر هكذايا. ديروهم كامل في كوتي واحد باش يجيكم باش تبان هذيك الشوكولا فوالا. هذه الوصفة تاع اليوم اللي هي دي ميني كيك وشوكولا. إن شاء الله تكون عجبتكم هذه الوصفة وتجربوها. إلى اللقاء.